question that we receive most at the Global Fund for Widows is why widows? So let's talk about the statistics. There's 245 million widows on the planet in the developing world today. That's about 10% of the female population. When you consider countries that are war-torn, such as Syria, Iraq, Afghanistan, that percentage actually climbs to about 70% of the female population. And then you add to that approximately 500 million children of widows and female heads of households in the developing world. And the worst part about them, the situation, is that over 50% of them live in abject poverty. الأرامل دي أحد مصنفات المرأة المعيلة يعني الست اللي بتجري على عيالها ومسؤولة عن نفسها بس وبالتالي بتختلف من بلد لبلد حسب الإطار الأولا القانوني والمجتمعي وزي بيبص لها المرأة المعيلة هي الأرملة والمطلقة واللي جوزها مختفي مش عارفة مكانه واللي جوزها مريض واللي جوزها مسجون واللي جوزها متجوز عليها واللي جوزها أرزوي فكل الناس دول مرأة معيلة يعني إيه معيلة؟ يعني مسؤولة عن عائلة أسرتها اقتصاديا واجتماعيا وقانونيا إحنا عندنا بس هنا في مصر الأرملة عندها أول مشكلة هي موضوع المجلس الحزبي ممكن جدا ده يأثر على قراراتها مع أولادها وبتضطر إنها تسأل ناس كثيرة جدا عشان تاخد أي قرار لأولادها لو عندها بنات بس مثلا ممكن جدا يبقى عندها مشكلة إن تلاقي كل عيلتها داخلة في موضوع الإرث الأولاد لأن إحنا مجتمع ذكوري ومتعود على إن أنا بحترم لو كان في راجل والأمهات بيعودوا أولادهم أنا مش هزعلك غير لما أبوك يرجع فبالتالي الاولاد نفسهم يبتدوا يثوروا على امهم وما بيبقوش قادرين يقدروا قيمه الام الارمله اللي بيبقى فيه ضغط مجتمعي عليها جامد جدا اولا كل الستات اللي حواليها وخاصه في المناطق الشعبيه او المحافظه جدا تبقى قلقانه منها فما بتقدرش تتعامل معاها لانها خايفه لا تاخد جوزها وده حاجه موجوده هنا عندنا الواحد عايزه تقعد بين اربع حيطان وبالذات لما يكون ميتشاب هنا لما يكون ميتشاب انسعيت في الكلام دي انت طالع مش عارفه عشان تشوف حالها ده طالع مش عارفه ايه ده طالع انا دوست على ده كله عشان لو هتبع كلام الناس هتحار تماما والعيال دي مش هتطلع يعني انا كنت عم انام في الليل وعم اعيط من الفلوس اللي عليا ومن الدين اللي عليا وبالذات لما جوزي مات وتوفى وسابني انا لوحدي حسيت ان انا لوحدي وما حدش واقف جنبي ومش انا بس ده في كذا ناس في البلد هنا في ناس تاني في البلد هنا حالتها تعبانه مش متلقى العيش اللي هي تجيبه ومش متلقى فلوس تجيب فطار في الصبح وعم تربي برضه يتام زي انا كده وفي ناس قاعده في بيوت يعني عيشش الحقيقه ان المجتمع المدني في مصر وبخاصه الجمعيات الاهليه والمؤسسات قامت بمجهودات ضخمه جدا في مسانده الارامل واحنا علشان كده عايزين ان احنا نطرح نموذج من النماذج اللي بنعتبرها ناجحه في هذا المجال. منظمه الفنار هي اول منظمه للاستثمار الاجتماعي في الوطن العربي قامت سنه 2004 وفي الحقيقه هي رسالتها دعم المؤسسات الاهليه او الجمعيات الاهليه لان هي تقوم بدورها بشكل فعال اكتر وان هي يكون ليها استدامه ماليه من خلال دعم النظم الداخلية تقويتها ومن خلال خلق بعض المكونات المدرة للدخل جوه هذه الجمعيات مشروع أمل مشروع بيستهدف التمكين النسائي للأرامل والحقيقة يعني هو بتمويل من هيئة الفنار والسفارة البريطانية المشروع بيشتغل في ثلاث مناطق المشروع بيستهدف حوالي 5000 سيدة من الأرامل الدراسات بتقدر بحوالي 30% من الأسر تديرها سيدات أرامل أو معيلات وده طبعا رقم يعتبر كبير خلانا كمؤسسة مع الفنار نفكر إن احنا نخدم هذا القطاع الكبير أملا إن هما يقدروا يقفوا على رجليهم ويعتمدوا على نفسهم في يوم من الأيام من خلال إدارتهم لمشروعات اقتصادية أنا كنت عاوزة قرض ورحت للأستاذ أمير قلت له يا أستاذ أمير أنا عاوزة قرض قال لي محمد ده الفوائد بتاعته كبيرة ديت وتبقى تقيل عليك لما جت الموضوع بتاع القرض اللي هو قسطه قليل دوت بتاع مؤسسة حواء راح قال لي خلاص راح كتب اسمي أنا فيه وجوم هنا راح ادونا أول مرة ادونا 2000 جنيه رحت زودت البيع والشراء بتاعي أنا والوقت الحمد لله عم تطلع لي لقمة عيش كويسة ويعني حلوه ساعدتنا كتير برضه دي شمعة المشروع بتاع مؤسسة حواء دي تعرفوها ان هي عدونا ووقفنا على رجلينا تعرفت على الاستاذ غناء قالوا كان مد كارد وكده في مؤسسة حواء
قلت تمت الدنيا يا استاذ غنى نشتغل. بس رحت جبت المعزات اللي انت شفتوهم دول وهم يعني جبتهم عشر وولدوا عندي. يعني نشكر ربنا دي عنزة جبت اتنين كنت جايبها الواحدة ب500 دي جبت اتنين ودي جبت اتنين. قلت ابيع من وراهم برضك وانتج واجيب. اجيب مثلا خرفين اجيب ده. يعني كل ما الاقي الموضوع نجح كل ما هلقى يعني اقف واجدد واعمل. مشروع امل بيساعد النساء انهم بينظموا نفسهم في شكل مجموعات. الفكرة بتاعت المجموعة ان النساء بيتعلموا ازاي ان هم يدخروا ويقتصدوا من حياتهم رغم ان هم ستات معولات. وبيكون في صندوق مجهز مخصوص صندوق للادخار بيبتدي ان هم بيدخروا فيه اسبوعيا بناء على قيمة معينة. القيمة دي بيحددوها بالاتفاق بينهم بين بعضهم في إطار ميثاق معين أو زي لائحة داخلية ستات بيحطوها مع بعضهم. حكاية الصندوق عملوا كيف وجاي كيف وده قلت والله لا هيعملوا ده زي كأن حصالة شايليه مثلا فاضت من عيل خدي يوم وشيلي دي أرماها في صندوقك أجي آخر السنة هفكها وهلاقي قرش على بعض 11 12 13 500 المشروع بيمهد ان هو يعمل لقاءات مشتركه ما بين موظفين الشؤون وبين الستات. فبيجي موظف الشؤون بيشرح ايه الخدمات اللي موجوده جوه الشؤون الاجتماعيه، القانون وفر لهم ايه. احنا عندنا الارمله او اللي هي لو سالها اي الارمله اللي جوزها توفى لها سالها اي مصدر دخل ممكن بتستفيد من معاش الضماني اللي هو موجود، معاش يعادل نفس معاش التاميني ولكن بنسب اقل. عندنا المشروعات الاقتصاديه بتنوع حاجتين، اما مشروعات ضمانيه اللي هي بتخدم على الفئه ديت، المشروعات ديت بتعتبر منح لا ترد. الجزء الثاني لو هي عندها بعض المعاش اللي هو بسيط ولا يقدر عليه انها اقدر اديها مشروع قروض دواره او كلام ده تبقى دراسه الجدوى. عندنا مؤسسه التكافل الاجتماعي وديت بتشتغل على مستوى 27 مديريه بتساعد لو ما ينطبقش عليها اي شروط من شروط استحقاق الضمان انها بتديها مساعده شهريه تدعم المعيشه بتاعتها. احنا بنسمع كلام بتردد حاليا ان في توجه لزياده المعاشات لانها بالفعل معاشات كقيمه ماليه في ظل ظروف الحياه أصبحت تعتبر ضعيفة جدا، ممكن ما يكونش بتكمل مع الست وأسرتها 5 أيام من الشهر. يعني إحنا كنا بنسمع من النساء إن بيمر وقت طويل جدا 4-5-6 شهور علشان تقدر إن هي تستوفي الورق بتاعها وتقدر تصرف المعاش. نتمنى يكون في تبسيط في الإجراءات وشرح مبسط للسيدات علشان يقدروا يكملوا ورقهم ويصرفوا معاشات بتاعتهم بسرعة. الدستور الأخير ده قال لا اهتم بالمرأة المعيلة وقال هيلتزم تلتزم الدولة بالصحة بالتأمين الصحي وبإعالات ليها. احنا عاوزين نشوف ده مفعل. محاولات كتيرة قامت بيها وزارة التضامن ومجلس الشعب من خلال التشريعات اللي فعلا ضمنت حقوق بالنسبة للسيدات الأرامل، إلا أن ما زال في مشوار طويل بالنسبة للوعي المجتمعي الحقيقي وبالنسبة لتفعيل هذه التشريعات وبالنسبة لتوعية السيدات بحقهم في أنهم يحصلوا على هذه المزايا بشكل كبير. الجامعات الأهلية عملوا شغل كويس قوي، يعني في جامعات كتير جدا اشتغلت على القروض والمساعدة الاقتصادية، في ناس اشتغلت على البطاقات وفي ناس اشتغلت على التوعية. أقل حاجة اشتغلنا عليها كلنا هي توعية المجتمع بالتعامل مع المرأة المعيلة. قضية الأرامل ما هياش خدت فعليا الحجم الإعلامي الكافي اللي الناس يقدروا بجد يحسوا بيها ويساعدوها. I know that ultimately we will bring awareness enough to end the injustices against widows. I know we will eventually modify those antiquated laws of inheritance. And I know that we will change those cultural paradigms. And I know we will bring an end to this vicious cycle of poverty. I have great hope for these widows.